بسم الله، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وراحه البال. اليوم غنصاوب الرفيسه وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. لا دابا غندوزو نصايبو المسمن. عندي هنا واحد المعلقه ديال السنيده، بسم الله، والملحه والماء، وعندي كيلو ونص تاع الفرص والربعة ديال الفينو، دقيق الحرش تاع القمح، بسم الله. كنخلطو هاد الفينو مع الفرص فيتخلط لينا مزيان، وكنعجنو، راه ما كنديرش الخميرة، وكنعجنو بالماء بارد، بسم الله. ديال القصريه صغيره، قدروا نتوما تعجنوه كاع، الا عجنتيه البارح تخليه في الثلاجه حتى الصباح وتنوضي تخبزيه. بسم الله، كندلكو العجينة ديالنا مزيان، نجيبو واحد البلاستيكة ونديروها فيها، بسم الله. دابا راه غنبقاوها مدلوكة مزيان بهاد البلاستيكة، غتلق، غنخليوها دابا ونرجعو، بسم الله. ها هي العجينة ديالنا من بعد ما تلقاش هاد البلاستيكة، بسم الله. نديرو كويرات صبار، يدابكا، نديرو الزيت، عندنا الزيت وعندنا هاد الدقيقة ملتقراص ديال الفرص، العجينة ديالنا من بعد ما كورناها ندوزو دابا نطيبوها إن شاء الله. هادي كنديرو ليها الزيت ونديرو ليها الدقيق بحال هكا، ونحطوها على هادي، كنديرو ثلاثة ثلاثة، هادي كنديروها في الدقيق باش ما يلصقوش. باقا العجينة أخرى، كنديرو ثلاثة بحال هكا، ثلاثة ثلاثة، هدي كنديروها في الزيت وفي الدقيق، هذه
دابا ندوزو نقرصو هادو. بسم الله. العجينه كتسرح لينا دغيا حين درنا ديك البلاستيك الغذائي. نرشوا المقله بالزيت ها هو راه كيتحل بحال هكا. هادوك ثلاثة راه كيجي خفيف. كيتحلو فيسع ملي كديري ليهم الدقيق فيسع كيتحلو. شتي كطيبي ثلاثة في مرة واحدة كيجيو ساهلين. وما كنكترش ليهم الزيت كنديرهم غير ناشفين. كنستمروا بحال هكا تنكملوا ونرجعوا معكم ان شاء الله. ما كملنا المسمن ديالنا راه كنقطعوه بحال هكا
راه كيجي خفيف، شتي يديك راه كتبان تحت منه، راه كتجمعي ثلاثة ثلاثة ولا أربعة أربعة وتقرصيهم وديرهم في المقلة وراه كيتحلو في ساعة. أنا دابا راه قطعتهم على القرادة، ما عنديش المقص، المقص راه ساهل، اللي عندها المقص راه ساهل. أنا درتيهم غا بحال هكا، اللي عنده المقص راه ساهل في ساعة كيتقطع، شتيهم. بسم الله. لا دابا غندوزو المقادير باش نشرملو الدجاجة ونردوها الطيب. بسم الله، عندنا دجاجة فيها جوج كيلو، وعندي هنا جوج معالق ديال الحلبة مغسولين، وعندي هنا زلافة ديال العدس مغسول، وثلاثة الورق ديال سيدنا موسى ورق الرند، وعندي هنا جوج بصلات مشلضين، واحد شويه تاع الربيع جبتو عامل الفريكو ما عنديش خضر، وراس تاع الثومه، معلقه ديال السمن، جوج فصوص تاع الثومه محكوكين، وعندي كاس لاروب ديال الزيت ما بين الزيت البلديه وزيت المائده. وفي التوابل عندي هنا معلقة صغيرة ديال راس الحانوت، معلقة ديال البزار، معلقة ديال السكنجبير، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، معلقة كبيرة ديال العطرية ديال الدجاج، وشوية الملون والضويمة ديال البنة ديال الزعفران والملحة وجوج عواد القرفة. بسم الله على بركة الله نبدأ. بسم الله، ندير هاد العطرية هنا باش نشرمل الدجاجة، ندير هاد الدويمة ديال الزعفران، ثومة محكوكة والماء. بسم الله، والسمن ندير شويه ونخلي شويه من بعد. بسم الله، نشرملوها كلها ونشرملو ليها بين الجلده واللحم. راه غسلتها مزيان، غسلتها بالهريسه والسكنجبير والملحه والحامض وخليتها تنشفت. الا غسلتيها بالهريسه راه ما كتبقاش ديك الزفوره ديال الدجاج. دابا ولاو مالين الدجاج، كتشري عندهم الدجاج كيديروا لك معاها الهريسه، كيعطوك جوج معالق تاع الهريسه مع الدجاجه باش تغسليها، حتى هما عارفين. بسم الله، عرفتوش كيبان ليكم ولا لا؟ بسم الله، نجيبو دابا الطنجرة نشري يدي. بسم الله، نديرو الزيت، و
البصله ونديروا الدجاجه ونزيدوا عليها هذا عليها البوطة ونردها تتقلى عاد نزيد عليها كنزيدو هاد الربيع مربت راس تاع التومة ورق سيد الناموسة والقرفة ونردوها تقلى بسم الله. ها هي من بعد ما تقلات دابا غنزيدو الماء بسم الله ونزيدوا العدس ونزيد الماء مازال بسم الله على هاد العدس يهبط ونسدو عليها طيب وندير داك شويه السمن اللي بقى ليا بسم الله والحلبه راه ما كنديرهاش مع الدجاج كنديرها بوحدها حيت ما كياكلهاش كلشي ما كيبغيوهاش بسم الله وكنهز ليها المرقه من الطنجره وكنردها طيب بوحدها بسم الله نردوها دابا باش طيب ندوزها دابا نسقي بسم الله بسم الله بسم الله دابا ملي غنسقيو غنزيدو هاد شويه المساخن حيت الرفيسه بلا مساخن راه ماشي رفيسه بسم الله كنديرو هاد التفريشة الأولى نسقيوها عاد نزيدو الأخرى باش ما تجيناش هاديك الفوقانية فيها البلول والتحتانية ما فيهاش بسم الله وعاد نزيدو مسمن بسم الله
كيدو هاد العود القرفة. بسم الله. ولي عزيزة عليه التومة، التومة والحلبة راه ما كنديرهاش مع المرقة ديال الرفيسة، كنديرها في الجبابل واللي بغاها ياكلها. بسم الله. يبغى الحلبة كيهزها ويديرها في قدامو ياكلها. ونعيدو هاد التومة كاع. بسم الله. نديرو البيض، نزوقوها بالبيض. بسم الله. هادي الحلبة وهادي المرقة ديال الدجاج ديال العدس. وكنتمنى تجربوها وتعجبكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا بالصحة والراحة. كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو في الصحة والراحة وراحة البال ان شاء الله.